طربة والفنانة الجميلة سوار، بقول لك مليون مبروك على الأغنية الجميلة اللي سمعناها معاك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك استاذ محمد، مزوقك بس ونورتنا. نورك، وأول لقاء بيجمعك مع شقيقتك الجميلة إناس، مش كده؟ يعني أول لقاء فعليا، يعني ما فيش حاجة عملناها مع بعض، وكان دايما عندنا طموح ان احنا نعمل حاجة سوا، بس ما جاتلناش الفرصة. اتعرض عليكي حاجات بس ما لقيتيش ان هي مناسبة ليكوا مع بعض. يعني كم حاجة كده، بس ما كنتش شايفة نفسي فيها. طب قولي لي احساسك بقى وانت بتغني في فرحها النهارده في الاحداث، يعني اكيد في الواقع عشتي اللحظة دي واقعيا، مش كده؟ دي حقيقة، انا دايما بلعب دور ام العروسة، يعني دايما الحقيقة يعني هي بالنسبة لي أختي وبنتي وصاحبتي، فبفرح لها في كل حاجة. الأكبر ولا هي؟ أنا الأكبر. طيب قولي لي بقى، أنت بتقدمي الأغنية الرئيسية للفيلم في مشهد الختام، كلميني عن الأغنية، كلمات مين، ألحان مين، اديني تفاصيل أكتر. هي كلمات وألحان أستاذ سيد الشاعر، وهو طبعا ملحن جميل جدا 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 بجد. أنا أول مرة أتعامل معاه، بس هو خرج مني حاجات بجد. انا بقالي كتير نفسي يعني اعمل الحاجه دي، بس ما عنديش الجرأه وما فيش حد يشجعني. يعني اول مره تعملي اغنيه للافراح؟ اول مره اعمل اغنيه افراح، واول مره اعمل اغنيه جريئه وفيها شعبي وكده. كل الاغاني اللي بعملها تبقى ستايل دراما مقسوم رومانسي كده. الاغنيه دي انا يعني اول ما سمعتها قلت دي صعبه قوي، ازاي هغنيها؟ يعني هي الجايد اللي كان عاملها صوته والتون بتاعه عاليه قوي قوي، لا عالي، يغني جدا عالي وحاجات كده، يعني وفي نقله من مقام لمقام وكده. بس اول ما سمعتها حبيتها. التصوير بقى النهارده الاغنيه، قولي لي الاجواء كانت عامله ازاي، وهل صورتي النهارده بس ولا كان في ايام قبل كده تصوير؟ لا، اول مره النهارده اصور. الاجواء تجنن بأتم معنى الكلمة بجد، تجنن. الروح بتاع التصوير حلوة قوي، كلهم حبايبي، نرمين وطبعا أختي هي يعني معايا، فكأني مش مكان غريب أو خايفة أو قلقانة أو. ونرمين ماهر جميلة، وتاتيانا وكريمة بوزيد وأحمد عزمي صحابي يعني كلهم، وسيف أستاذ سيف برضو، وحيد، يعني كلهم حبايبي، فكأننا في فرح بتاعنا بجد، بنرقص وبنغني وكده. واستاذ احمد قصاص مخرج كويس وشاطر، وخلانا بحريتنا نتعامل كده. صور ليه ما فيش نشاط على المستوى التمثيل، يعني مركزه قوي في الغنى؟ عشان لما ركزت في التمثيل ضيعت الغنى 4 سنين ورا بعض، ما عملتش اي حاجه، قعدت 4 سنين ورا بعض بمثل. وحبيت ان انا ارجع مطربة، انجح مطربة، وبعد كده امثل، لان انا بحب التمثيل اساسا، يعني حبيته، يعني بعد ما اشتغلته حبيته. هو كمان اعتقد حبك جدا. وقولي لي بقى، يعني مشاريعك القادمة باذن الله ايه؟ ان شاء الله باذن الله بعد الاغنية دي عندي اغنية تانية جديدة هتعمل مع استاذ سيد، وعندي اغنية دراما تانية مع هاني، استاذ هاني يعني مخرج وشاعر وحد جميل جدا. تمام. وعندي ان شاء الله فيلم. ده تمثيل بقى؟ ده ان شاء الله مفاجأة. بس ولا تمثيل وغنى؟ يعني تمثيل وغنى ان شاء الله، وهيكون فجأة. مين معاكي في الفيلم؟ الاختين الحلوين هنا وشيرين. مين؟ انا وإناس. بس مين البطولة؟ لسه. مين المؤلف والمخرج؟ لا، مفاجأة بقى، لسه مفاجأة بقى. احنا لسه في بداية الموضوع، و يعني ممكن نكون يعني في اعداد وفي بنقرا في السيناريو كده. بس هو هيكون كاست حلو، وهيكون برضو ناس زينا قدنا وحبايبنا كده. طبعا انا بتمنى لك كل التوفيق، والف مليون مبروك مره تانية، والفيلم يكسر الدنيا باذن الله. يخليك، وميرسي ليك، وذوقك شرفتنا استاذ محمد، واهلا بالشرقيه. شكرا.